اليوم نحن سعيدين انه مجموعه بسمه عم تستلم هذه الشهاده، الشهاده الذهبيه، ويمكن لاول جمعيه بتستلمها من برنامج ان جي او اي الجامعه الامريكيه، واكيد هذا الشيء بيسعدنا وكمان بحملنا مسؤوليه كبيره انه نضلنا بهذا المستوى ونطور اكثر بعملنا. نحن فخورين كثير انه اليوم عم ناخذ السيرتيفيكت من الاي يو بي ضمن برنامج الان جي او اي، ونحن عن جد انه اعتبرنا هاي الانيشيتيف او المبادره كثير مهمه، كثير مهم يعني حدا يقيمنا، حدا مثل الاي يو بي بروفيشنال يقيمنا تنعرف حالنا اذا عم نشتغل ضمن المعايير المضبوطه، ضمن المطلوب ان كان بتخطيطنا او بطريقه عملنا او بقياسنا للاثر اللي بنتركه على الناس من خلال مشاريعنا. وقت ندرس ملفنا وندرس الطريقة العمل تبعيتنا وبين وين عنا الجابس، لو كانوا جابس صغار اشتغلنا عليهم وطورنا أقسامنا وطورنا ملفاتنا وحسننا إذا بدكم إن كان لجهة العمل الورقي أو العمل الميداني. ومنشجع كل الانجيوز حقيقة، منشجع نحن من جهتنا كل الانجيوز أنهم يخطوا هاي الخطوة لأنه هي تحدي مع حالنا.